في قناة دودو موريس. النهاردة عايزين نعمل حاجة مناسبة للحر ومناسبة للجو السخن عندنا في اليومين دول، الدرسات اللي هي بتبقى طرية ومن اللينو أو القطن المصري الطبيعي جميل جدا والطري كمان. النهاردة هنعمل درس هينفع للخروج في النهار، هنعمل كمان حاجة تنفع للمصيف نطلع بيها خروج بعد الظهر بالمنظر ده. ده منظر الموديل اللي احنا هنعمل زيه، هنطبق زيه. الفكرة بتاعتنا بسيطة جدا، الوسط من الصدر لحد الوسط استك، سواء استك مكنة او استك اللي هو الرفيع اللي بيبقى متبطط كده هيتعمل الخطوط دي بيه، وهنا الصدر مربع والكم رجلان، مفهوش اكتر من كده. هنبتدي نشتغله ازاي؟ تعالوا بينا نشوف مع بعض. انا المطلوب عندي هنا مترين ونص قماش من اللينو، حاجه تكون طريه كده، واخلي بالي ان القماشات دي بتكش برضو. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اخد عرض القماش، عرض الكم من القماش واطلعه، وبعد كده هبتدي اخلي الوسع كله في باقي القماش. هنا عرض الكم هنا انا بزود شويه عشان في كم رجلان عندي، وفي زيادة بتبقى مثلا 10 سنتي. يعني انا اشيل الكم من الاول واوريكي بمنتهى البساطة هنعمل الموديل بتاعنا ازاي. كده انا شلت بطول القماش الكم عندي، وادي باقي القماش كله بوسعه هخليه للفستان بتاعي. نطبق القماش ونرجع لبعض. كده طبقنا القماش وطلعنا الكم بتاعنا وطبقنا القماش نصين عندي. طيب انا هنا الاستك ده بيرفع مع الجسم، يعني بيشيل من القماش من الطول. انا بمنتهى البساطه انا ما فيش حاجه عندي غير الكم، والباقي كله انا ممكن اعمله في الصدر، واصله في الصدر هيبقى عليها الاساتك، خطوط الاساتك مش هتبقى باينه معايا خالص لو انا حبيت اطول اكتر شويه. الكم عندي هنا 62، انا طبعا في جزء بيطلع مع الكم الرجلان الحاده، فانا هشتغل على 70. كده اهو 70 سم بتاعت الكم هطلعها كده، دي 70. وهاجي هنا باقي القماش ده، باقي القماش ده هبتدي اقسمه نصين واشتغله على بدايه القماش، اطول بيه القماش عندي من الصدر من فوق، لان طبيعي الصدر فوق في اساتك فمش بيبقى اي خياطه باينه. تمام، هنبتدي نعمل الجزء ده، نقص الجزء ده ونبتدي نرجع ليكم على طول. كده طبقنا القماش بتاعنا، والوصله اللي احنا خدناها زياده من الجنب طولنا بيها شويه قدام الصدر فوق. هبتدي اعمل ايه؟ انا الفستان عندي كله صك من فوق لحد تحت، مفيش اي حاجه فيه، بس انا كل الحكايه هعمل ايه؟ هبتدي اخد اصغر شويه من الصدر علشان يديني وسع من تحت، يعني مش هيبقى كله مستطيل من فوق لتحت. تمام، هاخد حوالي ال 10 سنتي دي، هاخد 10 سنتي كده من هنا وابتدي انزل بيها، انزل بيها على واسع لحد ما يديني الوسع بتاعي الاخير تحت كده. كده انا عندي الصدر مربع هنا في استك، الصدر هنا في استك، وكل اللي عندي هو الكم الرجلان بتاعي. دوران الباط عندي، نخلي بالنا الحته دي عشان خاطر في كتير بتلخبط فيها، ما فيهاش اي حاجه ولا اي مشكله. تمام، انا هتخيل ان الجزء ده اللي هو فيه الكتف وكل حاجه عندي. دوران الباط عندي هنا 50 سنتي، 50 سنتي نصها 25، يعني انا المفروض انزل 25 سنتي واعمل حردة الباط. تمام، ادي ال 25 سنتي اهي كده من هنا. انا عايزه ارتفاع الصدر المربع بالاستك كام في الفستان؟ المقاس بتاعنا او الموديل بتاعنا هنا اهو، هنا بدون الاستك لما شدينا الاستك اهو اداني 13 سنتي، 13 سنتي. يبقى انا هعمل ايه؟ هسيب 13 سنتي من فوق من هنا كده، اللي هي هيجي فيها الكتف، الكتف بتاع
الكم اللي هو منه الرجلين، وهنبتدي نعمل نتخيل بقى كده ان احنا خلاص بنعمل حدة الباط اهو. ادي 25 سنتي بتاعتي لحد هنا، انا مش عايزاكي تخافي من الحردة دي خالص اهو. تمام، الطبيعي طبيعي اهو ان دي حردة الباط اهي، ده الطبيعي بتاعنا. تمام، اللي احنا بنتعلمه الجديد ايه؟ ان انا باخد المزورة من اول السن ده للسن ده، بطلع بيها اللي هو ايه المثلث اللي احنا عشان نطلع بيها حردة الرجلان دي كده. يبقى ده ملغي عندي، الحردة بتاعتي اهي، مفيش اي حاجة غير كده، مفيش اي حاجة معايا في الموديل غير الحردة دي اهو. تمام، هاجي اعمل ايه؟ هاجي اعمل ايه؟ هجيب الكم بتاعي، نقصينه 70 سنتي وعاملين حسابنا اهو، الكم هيكون كده. تمام، نخلي بالنا الحته دي، الكم الطبيعي هيكون كده اهو، كده واضحه. طيب هعمل ايه؟ حطي ده على ده، حطي ده على ده. انا عندي بدايه الرجلان بتاعي اهو، بدايه الحرده بتاعتي اهي، هحطها هنا واجي كده زي البرجل، زي ما احنا بنحرد الكم اهو. وصلت معايا لفين؟ وصلت معايا لهنا، يبقى الحرده بتاعتي اهي كده. ادي الحرده بتاعتي بتاعت الكم، مفيش اي حاجه اكتر من كده، مفيش اي حاجه اكتر من كده. ادي الكم بتاعي اهو، ادي، وادي الحرده، وادي الكم هيركب كده اهو، وهيجي الاستك لافف قدام ورا عشان ده صدر مربع ورا وقدام كده. ومفيش اي حاجه في الفستان غير خطوط الاساتك اللي احنا هنعملها، سواء بالاستك العريض شويه اللي هو اللي بنقول عليه مبطط، او باستك المكنه اللي عندك متوفر ممكن تعملي بيه. تمام، هاجي الكم ده بس، طبعا هنا نازل على واسع، هشيل منه شويه، طبعا انا هعمل استك من تحت برده في الكم. الكم عندي، وادي الفستان عندي، وهنقعد على المكنه ونلمه بمنتهى البساطه، وموديل مفيش اسهل منه. انا حبايبي اول حاجه هنعملها هنبتدي نقسم المسافات بتاعه الخيط اللي انا همشي بيها بخيط المكوك. هنا عندي الخياطه دي انا هحاول امشي عليها بخيط المكوك، هبتديها هي من الاول، همشي بعرض المسطره، هعمل خطوط بعرض المسطره عشان دي تبقى مسافات متساوية في كل الأستك بتاعي كده. وهنا كمان طبعا هنا البداية، ده هيبقى الأستك اللي هيدخل داير للمربع والكتف بتاعي كده. طبعا اللي ده بيطلع من الهدوم، ما نخافش من الأشمن ده، أي مارك بتاع خياطة ده بيطلع على طول، مع أي حبة مية بيطلع على طول كده. وهبتدي امشي على طول بنفس العلامه اللي انا ماشيه عليها كده. هنخطط الصدر كله بالطريقه دي ونرجع لبعض كده. حبايبي احنا قسمنا على مسافات متساويه، خطوط متساويه، المكان الاستك اللي هنمشي عليه بالاستك المطلوب عندنا. هنبتدي نعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها همسك الفردتين بتوع الوش والظهر مع بعض، بس قبل ما اقفلهم هشتغل الاستك بتاع اللي فوق، الفردتين اللي هم جايين في الخياطه معايا، اللي هم جايين في الحرده بتاعه الرجلون بتاع معايا. اتاكد ان الاستك بتاعي سليم وماسك تمام، علشان لو الحرف بتاعه مش طالع من المكوك نخلي بالنا، يعني لو طالع منه خيطه زي كده مش هيشتغل معايا كويس. تمام، انا اتاكد ان الاستك كويس خالص وطالع جزء منه كبير كمان بره المكوك كده. هنعمل الاول، هنشتغل الجزئين دول، بيركب الاستك عادي خالص انا بلفه بايدي على المكوك
وببتدي اشتغله عادي خالص، اكمله خيط اهو واعديه من المكان بتاع المكوك عندي. ابتدي حبايبي دلوقتي اعمل، بعد ما عملنا الخطوط المتساويه بتاعه الاستك اللي انا همشي بيها، هقفل الرجلان بتاعي الجنبين، الخياط القص على القص اهو المثلثين بتوعي، هقفلهم علشان ابتدي اخد خياطه المكوك كلها متساويه مع بعض كده. قفلنا الجنبين، قفلنا الجنبين، وهنبتدي نشتغل بالاستك بتاعنا على الخطوط دي كلها. هنبدأ ناخد اول خطوط عندنا على الخياطة، اتأكدنا ان الاستك في ايدينا ابتدينا بيه، وهنوسع العيار شوية علشان الاستك ما يشد شوية طعم مننا. وكل اللي هنعمله هنظبط بس على الخطوط اللي احنا عاملينها وهنمشي كده. وحاول امشي مظبوط على الخط علشان طبعا الاستك ده مش هيتفك، ولو اتقطع مش هيكمل معايا، وانا بقدر الامكان مش عايزه فيه وصلات فيه عشان ما تهربش الكشكشه بتاعته. هنمشي كده على طول اهو، ابتدى يمط معانا. طبعا كل دور من دور لما هيمط الجزء ده هتبص تلاقي كله بقى مكشكش مع بعضه. كده وصلنا لنهاية الخط ده مع ده، احنا ماشيين دلوقتي الصدر والظهر مع بعض. ابتدي اعمل ايه؟ اوصل لنهاية الخياطة كده واخد ورب خفيف وانزل بيه للصف اللي تحت. نقلنا من صف لصف كده. مفتوحين قصاد الحردة بتاعت الكم. ادي الشكل بتاعنا، ادي الشكل بتاعنا عملناه، ادي الاستك وطلع في منتهى الجمال ومظبوط، خطوط متساوية اهم حاجة عندنا. زي ما احنا مشينا عرض مسطرة 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 هيطلع معانا بالمنظر ده. فاضل ايه تاني معايا في الموديل بتاعي؟ انا عندي هنا في الفتحة بتاعت الكم في عندي خطين استك همشي بيهم برضو كده. هثبت في الاخر عشان ما يقطعش مني الاستيك، يقطع مني كده. كده انا عملت الصفين اللي هم فوق، هنا هيركب الكم بتاعنا، وسايبه الجزء ده عشان احنا متفقين ان في استيك لسه هيركب
على المربع بتاع الصدر هيبقى لافف للكل. نعمل الناحية التانية اهو، الجزء اللي هو فوق بتاع الكم، في عندي خطين من الاستك هنعملهم. نعمل التاني كمان. دايما اخلي بالي الاستك عشان ما يجريش من المكوك، دايما ابقى اخلي طرفه كده في ايدي لحد لما ابتدي بالمكان. ادي الفستان بتاعنا بنفس الجمال والشياكه ونفس الوسع اللي احنا عايزينه من تحت علشان يدينا الطول ورسالة. طب ايه فاضل معايا تاني؟ هبتدي اركب الكم، اركب الكم وبعد كده ناخد اوفر للصدر ونركب استك للكم مع المربع عشان يديني الشكل بتاع الصدر. نغير الاستك ونرجع لبعض تاني. هنا هنبدا بالكم بتاعنا، ادي الحركه بتاعت الرجلان بتاعتنا، وهنا الجزء ده اللي هيتعمل استك مع الصدر بتاعنا. هنعمل ايه؟ هنقفل الجنب من تحت بتاع الكم كده، ونبتدي نركب من تحت ونسيب فوق بقى اللي هو الجزء ده اللي هيتركب فيه الاستك. هركب هقفل الكم عادي خالص كده، نخلي بالنا هنركب الكم ازاي. هعمل كده، ادي عندي ادي الفتحه بتاعت الرجلان بتاعتي، وادي تحت الباط عندي. هعمل ايه؟ همسك هنا تحت الباط الخياطه اللي قافله الباط عندي دي اهي بتاعت الكم. انا عندي الجزء ده هيركب مع الجزء ده كده بنفس الطريقه كده، والخياطه اللي تحت الباط هتقفل معايا الكم هنا تحت الباط. هنقفل كده مع بعض وبعد كده نشوف الكم هذا. الخياطتين في وش بعض بالظبط معايا اهو كده، وادي الاثنين متواصلين بالظبط معايا. ادي اهو، ادي كم ركب كده اهو، ادي الكم ركب اهو، ادي كم رجلان اهو او كم البلوفر، وادي ابتدى يتشكل معانا المربع بتاع الستر. هنركب الكم التاني بنفس الطريقه وبعد كده هنشوف الفستان هيتشكل معانا ازاي. هنعمل هنا اهو خياطه النص مع خياطه النص بتاعت الباط اهي، الخياطة دي مع الخياطة بتاعت قفلة الباط عندي اهو كده، ويبقى سن الحردة بتاعت الرجلان بتاعتنا معاها دي مع دي، مفيش أي حاجة صعبة، والمدير سهل جدا مفيش أي حاجة صعبة. ونبتدي نقفل الفستان.
الثوم الثاني وهتتشكل معانا الفستان. ادي المربع بتاعه وادي الاستك بتاع السطح وادي الكم، هنقفله باستك بنفس الطريقه بتاعت الكم، سواء استك عريض او استك بالاستك المكوك مفيش اي حاجه. بس هنا لا، هنا هنقفل باوفر الاول، نشطب باوفر وبعد كده هنجيب استك اللي هو الرفيع المبطط ده اللي هو عرضه سنتي تقريبا، وهنبتدي نحكم بيه الصدر كله هنا، فبالتالي هيلم معايا اكتر وهيديني شكل اشيك كمان مع الاستك المكوك ده. كده الموديل بتاعنا تقريبا خلص وما فيهوش اي حاجه غير الاستك بتاع الرقبه، هنشطبه وهنشوف هيتعمل ازاي. كوينا الفستان وعملنا الاوفر بتاعنا، هنبتدي نعمل الاستك اللي هو هنا في الصدر معانا. هنعمله ازاي؟ بمنتهى البساطه هنشتغل كده، همسك هعمل القماش كده العدله بتاعته من تحت، وهنا هجيب الاستك اللي هو الرفيع اللي هو بنقول عليه مبطط او سنتي كده، وهبتدي اشتغل بيه كده. همسك طرف الاستك هنا في الاول واتني عليه الجزء من الفستان اللي هو معمول بالوزن، هثبت الاول هنا عشان الاستك ما يجريش مني، وابتدي اشد اشد الاستك وابقى ماسكه طرف القماش عليه كده. احافظ على نفس المستوى الثانيه بتاعت القماش على الاستك بالظبط. يدينا المنظر كده. قص ادي الستر بتاع الفستان اتعمل معانا اهو، نفس الشكل المربع نفس اللي عملناه في الصدر هنا هنعمله للكم، هنعمل استك برضه كده. هنعمل ايه؟ قد الايد كده، على قد الايد بالظبط عشان خاطر لما هيتشد ياخد الكم معايا. هبتدي اعمل كده واقص اتنين في الكمين، عايزه تقفليه من الاول بعدين تركبي ماشي، عايزه تسيبي حرفه مفتوح وتقفلي الاتنين مع بعض برضه ماشي مفيش مشكله. نعمل الناحية التانية، وده الموديل بتاعنا وهي صاحبته لابساه في منتهى الشياكة. أتمنى تكون الفكرة وصلت لحضرتك والفكرة تكون سهلة بسيطة تعمليها وتكرريها مرة واثنين وثلاثة. أتمنى لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ولسه عندنا حاجات كتيرة جديدة في القناة. أتمنى تكون الفكرة وصلت لحضرتك وشكرا لحضراتكم.